السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة مشروم مصريين. لو أول مرة تشوفني على قناة مشروم، أتمنى الاشتراك في القناة وتعمل لنا لايك للتشجيع لينا في الفيديوهات اللي بعد كده. في المرحلة أول دورة لينا اللي احنا بنبدأ بحاجة صغيرة، ديت غرفة عبارة عن 3 طن كومبوست. طبعا أنا بدأت بالفيديو الأولاني وده الفيديو التاني. للمرحلة اللي بعد كده مرحلة التحضير، احنا لسه في ده الفيديو رقم 2 في مرحلة التحضير. طبعا كل الحلقة اللي بعد كده والحلقة اللي هتمشي بالتدريج عشان تعرف المراحل اللي بعد كده ايه اللي هيحصل. طبعا النهارده اليوم السادس في الكومبوست. طبعا زي ما انا قلت في كل فيديو بخش واخد الدرومتر اللي هو بخش اقيس درجة الحرارة. كل اللي هخش ماسك او الدرومتر اخش اقيس كده. هنيجي ونبص نجيب درجة الحرارة. درجة الحرارة كام؟ بدأت تعلى، بدأت ترفع، 26 ماشي. كل ما التكييف درجة الحرارة الكمبوست تبدأ ترفع، انت خلي بالك بالنقطة ديت دايما، ما تعليش درجة الحرارة توصل ل 28 29، خلي بالك في النقطة ديت. اول ما بتعلى تروح جاي منزل التبريد درجة على طول. خلي بالك من النقطة دي، النقطة دي مهمة جدا. يعني انت خلي بالك كل ما تخش ما تخليش درجة الحرارة الكمبوست ترفع معاك خالص، خليك بالتدريج ماشي معاها بنظام من 24 ل 25 ل 26، ما تعلاش اكتر من كده، ما توصلش ال 30 ولا توصل اللي انا وصلت ال 30 بعد 24 ساعه بالظبط. بتعد 24 ساعه الكومبوست خلاص بينتهي، درجه حراره ترتفع، البذره ما تمشيش بالكومبوست، الماسيليوم بيموت، بيتخنق ويموت. فالموضوع ده مهم جدا، درجه الحراره مهمه جدا. انا بحافظ اخد الترومتر واخش ابص كده كل شويه. ادي كام؟ 25 26 درجه كويسه. ببدا اشغل التكييف وابدا انزل بقى، امشي بالتدريج معايا معليش عن كده. اهو هنا وصل 27، ادي الكومبوست هنا وصل 27. طبعا انا هوريكم المراحل الميثيليوم بدات تنتشر ازاي. هنفتح كيس من الاكياس ونشوف الميثيليوم الوضع عامل ازاي، بدا ايه اللي يحصل في الميثيليوم. طبعا هنجيب كيس زي دوت او هنجيب كيس بيبين الشغل فيه. هنجيب مثلا كيس زي دوت وهنفتحه وهنوريكم ايه اللي حصل في قلب الشغل. يا جماعه دايما بتمسك القلب كده الكومبوست، بدأ تعمل ميثيليوم حتى هنا اهي الميثيليوم اهو، بدأ يعمل شعارات في قلب الكومبوست. حتى تشم تلاقي في ريحه ميثيليوم في قلب الكومبوست، ريحه مشروم. دايما البذور بتبدا تتحرك في الميثيليوم. طبعا ما حدش يعمل اللي انا بعمله دوت، يعني مش كل واحد راح جاي فاتح الكيس ويطلع يقلب في الكومبوست ويفتح، لا. انا عشان انا فاهم بعمل ايه في الشغل بخش اوريكم، بس بتلكوا اللي فيه في حركه في قلب الكومبوست من جوه، الميثيليوم بدا يتحرك ويشتغل. فانت ما تلعبش في الطريقه ديت، ما تقعدش تروح فاتح الكيس وتروح تلعب فيه. طبعا ديت التحريكه بتبدا تتحرك بصراحة، ببدا ارجع الكومبوست تاني مكانه اهوت، ما اعملش حاجه تاني، بروح جاي مرجع تاني وبلزق الكيس اقفله تاني زي ما هو، تقفل الكيس ما كملش في حاجه تاني. راح جايب بكرة اللز والزق الكيس اهي، وتخلي معاك دايما بكرة اللز موجودة متوفرة في قلب المكان، لأن مهم جدا يكون لو في كيس مقطوع لو جه هوا شديد عليه هينشف الكمية الكمبوست الموجود، ولو نشف منك طبعا مش الميثيليوم مش هيشتغل خلاص واقف. فطبعا لازم يدانه رطب الكمبوست، فلازم تحافظ على الكيس برطوبة. انا بتكلم في نقطة تانية بالنسبة للتبريد فوق، البالونة اللي فوق اللي انا مركبها ديت اللي هي بتوزع الهواء في المكان. طبعا انا هقلل نسبة الهواء، معليش الهواء نسبة عالية جدا في قلب المكان بالراحة، خلي الهواء هادي، تمشي الهواء بالراحة وما تخليش الهواء شديد، لان كل ما تعلي نسبة الهواء هينشف لك اجزاء من قلب الكمبوست. فانت خلي الهواء هادي بالراحة رومانسي وشوف سيب الدنيا ماشية هادي زي ما هي. اهم حاجة درجات الحرارة في الصيف او في الشتاء. يعني انا درجة الحرارة في الصيف ممكن التكييف اشغله 17 او 18 والكمبوست يوصل 26 و27. ازاي يا احمد؟ المكان نفسه حر،
درجة الحرارة بره 40 مثلا ولا 45، هتعمل ايه جوه المكان؟ فلازم درجة الحرارة تبدأ تنزل بالراحة. ايه اللي هيحصل لما تنزل درجة الحرارة؟ لازم التبريد يبقى 17، التكييف 17. فدايما تحافظ على درجات الحرارة في الصيف او في الشتاء. طبعا في الشتاء بنريح معانا في النقطة مهمة جدا. في ناس بتفكر عايزة تجيب كومبوس او عايز تخش في المشروع وتجرب بتجربة، زي جيب مثلا عايز اعمل مشروع المشروم، او عاوز اعمل مزرعة صغيرة، او اعمل مكان صغير. هتجرب في كمية صغيرة، ممكن تجرب من اول بداية الشتاء، يعني اول ما دخول الشتاء تبدأ تجيب مثلا طن 2 طن بالراحة، وتبدأ بالراحة براحتك، مش هيجرى حاجة من غير يعني لو ما عندكش تكييف مش مهم، من اول شهر 11 وانت طالع 11 12، يعني احنا قلتلنا دلوقتي احنا داخلين شهر 10، قدامك شهر بتبدأ بقى ممكن تخش في المشروع دوت، تجرب تجربة، تاخد فكرة، تعمل بتاع. لو عاوز بقى تعمل زي بيزنس او تعمل بتاع، خلاص لازم تكون عندك تكييف ضروري، تكييف ضروري في قلب المكان، لان من درجات الحرارة مش هتقدر تتحكم فيها الا بغنى التكييف. اللي بيجرب التجربة دي تجربة علمية، يعني انا افهم ايه المشروع، المشروع ايه اللي هكسب منه هخسر منه. طبعا الخسارة بتيجي بسبب الاهمال، بسبب قلة الخبرة. طبعا الخبرة دي بتيجي بالمراحل في الشغل، كل دورة بتتعلم جزء وجزء. يعني هتلاقي خلال فترة 10 ايام او دورة اولى اللي هي شهرين، والدورة اللي بعدها شهرين، والدورة اللي بعدها شهرين، هتلاقي نفسك بقيت 100 100 كويس، بتفهم المشروع نفسه، ما عدتش خايف من الشغل. بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ما تقلقش، تخش بالراحة وتبدأ بكمية صغيرة. طبعا احنا هنا درجة الحرارة النهاردة اليوم السادس، درجة الحرارة الكومبوست حاليا دلوقتي 27 26، ما هش اعمل حاجة، كل اللي هعمله اسيب التكييف شغال زي ما هو، ومفيش اي حاجه تلعب فيها، درجه الحراره سيبها والكاس مقفوله والمكان مقفول. طبعا في نقطه تانية، انت لازم ما تيجي تجيب، عاوز تعمل رطوبه وعاوز تخلي المكان كويس، ممكن تجيب تكييف صحراوي في قلب المكان بدل ما تطلق ميه على الارض كل شويه، لان في ناس بتحط اجهزه اللي هي بتطلع شبوره بخار ورطوبه. طبعا ديت لو متوفره في مصر هنقدر نجيبها، مش متوفره هنجيب جهاز تكييف صحراوي نحطه في قلب المكان، هيخلي الرطوبه عليه ولا تطلق ميه على الارض ولا تخلي الارض تبقى على طول ايه ناشفه. بس هو ده اللي هنتكلم فيه. درجة حرارة المكان بتبدأ ايه تعلى او تقل، ماليش دعوة بيها برضو، مش هركز عليها، انا هركز على الكمبوست. يعني انت هنا لو وصل 25 او وصل 28 ماليش دعوة بيها، انا وصل درجة حرارة المكان، درجة حرارة الكمبوست نفسه هو اللي بيتحكم لي ان انا اقدر اتحرك في الغرفة درجة كام اللي انا محتاجها. انا بحتاج من السلم يبدأ يتحرك في الكومبوست نفسه، ببدا اي اظبط درجه حراره المكان بتاعه الكومبوست نفسه، معليش ولا زيد ولا اقل ولا اطلع، هي نفسها حافظ على درجه الحراره. ايه تاني هنتكلم فيه النهارده تاني؟ بالنسبه هتعدي 10 ايام، بعد كده 10 ايام في كمان 5 ايام ب 15 يوم. 15 يوم دي فتره التحضير. طبعا قريته اللي هو الفيديو الثالث اللي هو تابع التحضير. طبعا احنا دلوقتي الفيديو الاولاني، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه اللي هو الفيديو الثالث اللي انا هوريك المايسيليم بدا ينتشر في الكومبوست. طبعا ده هنصوره في الاخر خالص بعد ما التحضير يتم كويس، افرجك ايه اللي حصل في الكومبوست عشان انت تكون انت خلاص فهمت المراحل التحضير خلصت تمام. المرحله الثانيه اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ لما نيجي نحط البوتنس او نحط تربه التغطيه على الكومبوست، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ دي مراحل ناخدها بالتدريج. وبعد كده اوريك مرحله الصدمه، مرحله الانتاج، مرحله الري، وازاي يطلع المشروم. والدوره دي هتبقى دوره كامله شامله كل حاجه، مجانيه على اليوتيوب. اللي هيخش يديني اي حد يعني من اي دوله عربيه داخل يبص على الفيديو، اتمنى يعني ندي لايكات كتير، نخلي الفيديو يرفع لاعلى نسبه، الناس كلها تستفاد من الفكره ديت، او ما حدش بيتكلم في الموضوع دوت في مصر او بره مصر خارج مصر، الا يكون ناس قليلة جدا اللي بتتكلم في المجال دوت، او تديك معلومات مهمة بسبب مشروع زي دوت، ممكن يفتح باب رزق لأي حد محتاج شغل او محتاج مشروع يعمله. أتمنى الاشتراك في القناة ودعموني في القناة اليوتيوب اللي هي مشروع مصريين، انا نسبة قليلة جدا، عايزين نزود القناة ونعلي القناة تبقى أعلى قناة. وأتمنى إن شاء الله أعجبكم في الفيديوهات اللي بعد كده، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.